فاول حاجه هنبتدي بيها هي الكب كيك المالح او الحادق، واللي هو هيكون كب كيك حادق. علشان نعمل الكب كيك بتاعنا عايزين كوبايتين دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، 2 بيض، تلت كوبايه زيت، عايزين جبنه، كوبايه جبنه تشيدر مبشوره، سوسج، ربع كوبايه، تلت كوبايه زيت قلنا، رشه ملح، كوبايه لبن، ربع كوبايه زيتون اسود مقطع صغير، ربع كوبايه ذره، معلقه كبيره من الزعتر. الوصفه يا جماعه طعمها لطيف جدا جدا جدا، وانا متاكده انكم لما تعملوها الولاد هيحبوا ياكلوا منها جدا. طيب اول حاجه هنعملها عايزين نحط الزيت اللي عندنا، هنحطه مع البيض، هنحطهم مع بعض طبعا لان احنا في العادي بتقدروا تحطوا كمان معلقه كبيره خل لو تحبوا، هو اصلا الكميه ما فيهاش بيض كتير ابدا يعني، كل الكميه دي بس بيضتين بس، لو تحبوا تحطوا معلقه خل بتقدروا تحطوا معلقه خل. هنخفق البيض والزيت مع بعض بس شويه كده على ما نقلب كمان البيكنج صودا والدقيق مع البيكنج باودر مع بعض. نحط تقريبا معلقه ملح صغيره، وهنحط الزعتر، ودلوقتي هنبتدي نحط الدقيق اللي عندنا. تقدروا على فكره يعني اي نوع من الخضار انتم مش حابينه، مثلا اللي انا حطاه يعني حابين مثلا بدل السوسج تحطوا تركي ممكن، يعني انتم حرين اعملوا اللي انتم حابينه في المكونات. هنحط بقى دلوقتي اللبن، تمام. احنا الخليط عندنا دلوقتي جهز اهو زي ما انتم شايفين، خلاص كله اندمج مع بعضه. نجيب السباتولا ونبتدي نشوف بقى الحاجات اللي احنا عايزين نحطها. طبعا اهم حاجة تقدروا تحطوا سان درايد توميتو على فكرة هتطلع تحفة. هنحط اول حاجة، مفيش اول حاجة الصراحة، اي حاجة ممكن تتحط اول حاجة، فيعني حطينا الذرة وحطينا الزيتون، هنحط الساسج وهنحط الجبنة. بس أنا دلوقتي جات لي كده فكرة إنه ممكن قبل ما تخلص الكب كيك بتاعنا، يعني ممكن أسيب شوية وقبل ما يخلص الكب كيك بتاعنا المالح يعني بدقيقتين كده بقدر احط له، او اول ما يطلع من الفرن حتى وهو سخن بقدر احط له شويه جبنه على الوش لو تحبوا. ما بتحبوش خلاص حطوه كله جوه ونملى لغايه تقريبا الثلاث ارباع.